التصميم الداخلي للمنازل يؤثر على جمالية البيوت وينعكس أيضا على أسلوب حياة ساكنيه، كما أنه يمنح المساحة لتصميم ديكور يتناسب شخصية صاحب المنزل. لهذا الفن معايير وأساسيات تزيد من جمالية المنازل، اعتمادا طبعا على الهندسة المعمارية للمساحات. فما هي أبرز تلك المعايير وما العلاقة بين الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي؟ كيف يمكن ترتيب المنازل بشكل يحافظ على التوازن والتناغم؟ سنسأل هذه الأسئلة للمهندسة المعمارية ربا الحوامدي. صباح الخير لك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. طبعا كل حدا أول ما بدي يجيسكم بيت أو بده يعمر بيت بحس حاله أنه هو مهندس وديزاينر وبصير بده يحقق كل أحلامه. ليه؟ لأنه بتحسي أنه في انعكاس لشخصية الإنسان بالمكان اللي بيسكن فيه، هذا شيء أساسي طبعا. فالأدوات التي يجب أن تكون موجودة، أنت برأيك كمهندسة، إن كان من ناحية التصميم الداخلي أو حتى من ناحية الهندسة، في أمور معينة يجب الالتفات لإلها؟ مزبوط. هلأ شوفي، هو كل بيت بيعكس صاحبه، فأنت ما بتفوتي على بيتين نفس بعض. كل بيت، الجو، الألوان، توزيع العفش، بده يعكس طريقة ناس البيت، كيف عايشين، كيف بحبوا يتحركوا بالبيت. بس بضل في زي خطوط عريضة لازم يعني تكون بعين الاعتبار عشان يضل البيت مريح، لأنه بالآخر أهم إشي يكون متناسق البيت، يكون الناس عايشين فيه مرتاحين. لأنه إذا ما كان متناسق أو مش ماشيين على المعايير اللي لازم نتبعها، بتلاقي فيه زي دائما البيت مكركب، البيت ضايج، الناس مش مرتاحة. ما احنا بنضيع ما بين الجمالية وما بين الأمور العملية. التجربة دائما بتخليك تعيدي تهيئة بعض الأمور. لهذا بنقول إنه المتخصص عادة هو الأقدر على معرفة فهم شخصية الإنسان وعكسه من خلال الهندسة ومن خلال الذوق الفني اللي ممكن يكون موجود، أو يعني هذه الأمور الفنية، الديكور. فكيف ممكن إنه نقول إيش الأمور الأساسية حتى نأخذها بعين الاعتبار؟ يعني هلأ شوف، من الأمور الأساسية احتياجات الأشخاص بالبيت. يعني مثلا عائلة كبيرة ما بتقدر تكوني مكبرة مثلا صالونات الضيوف على حساب القعدة، لأنه هم يعني أكثر محل رح يتجمعوا فيه بالقعدة. فإذا القعدة كانت صغيرة ما رح يقعدوا، ما رح يكون في وقت للعائلة مع بعض. احتياجاتهم إذا حكينا بالمطبخ مثلا، هم طريقة الطبخ تبعتهم تفرق. لما تيجي إنه جماليا ممكن تحكي حلو المطبخ يكون هيك، بس تيجي عمليا مش كتير رح يقدروا يستعملوه، أو بيكون هذا المطبخ اللي بس يكون للمنظر للصورة ودائما ملمع مرتب، صعب استعماله. محل الغاز مع المغسلة مع الثلاجة بتلاقي الحركة فيه صعب، بضلك تلفي حوالين حالك. فهلأ يعني إحنا وظيفتنا بنقعد مع أهل البيت، بنعرف هم نمط حياتهم كيف، بنعطيهم إحنا إنه هذا التوزيع الأمثل لإلكم. هلأ كتوزيع، كمساحة غرف، كأبعاد، ارتفاع سقف، إحنا بنعطيهم الأيديا للحالة تبعتهم. بس طبعاً بضل في مجال إذا لشخصيتهم، مثلاً هم بيحبوا نيجي للقعدة مثلاً، في ناس تقولك لا أنا بحب الكورنر، في ناس تقولك أنا بحب طقم عادي يكون ثلاثية، ثنائية، مفارد. هلأ هون بفوت الذوق الشخصي. بس وظيفتنا كيف نرتب لهم إياها بالقعدة، كيف تكون بطريقة العفش انسيابي، مش بدك تمري لازم الواحد بيحضر تلفزيون ضلها العيلة رايحة جاي من قدامه، أو بتصفي الغرفة زي كأنها موزع. فما بيكون الترتيب مزبوط. وحتى فكرة يعني استغلال المساحة اللي ممكن تكون موجودة، في ناس كثير ما بتاخذ بعين الاعتبار أنه الضوء شيء مهم. مثلا كيفية الإضاءة المريحة أو مش مريحة، إحنا نفكر مثلا هاي اللمبة موفرة أو غير موفرة، هيك يعني صارت كمان طريقة يعني اختيار الأشياء مبنية على الأمور الاقتصادية، صحيح؟ مزبوط. هلا شوفي، بالنسبة للإنارة كثير بتفوتي على بيوت، مش بس بيوت، مكاتب، محلات، تنغمي منها. الإنارة الطبيعية كثير إشي مهم. هاي الأشياء صارت تنحط زي كأنها جماليات، هي أساسية. هي كثير تأثر على نفسية الشخص، صحيح؟ داخل المحل. يعني حتى بالمستشفيات بيحكوا لك كثير مهم الإنارة الطبيعية، لأنه بتسرع عملية الشفاء. فالإنارة كثير مهمة. هلا لما إحنا بنحط
إنارة قليلة بمحل غير لما نحط إنارة كتير عالية، هو كمان الزايد أخو الناقص. ما في ناس ما عندهم علم، ما عندهم وعي بهذا الموضوع، يعني حتى باختيار الدهان مثلا في ناس كتير بوقعوا بأخطاء بيكتشفوها بعد ما، يعني ما بيكون في شخص يساعد إنه هذا مش اختيار مناسب. هي المشكلة بتصير إنه الواحد أولها بيكون متحمس إنه هذا البيت وشراء أو المكتب أو أي إشي ومبسوط عليه، فبده يحط كل إشي جعباله باللي عنده، متخيله يعني. صورة بس بعدين لما يبلش يجرب انه لا الدهان غامق، الدهان فاتح، بدي اغير الدهان، الضواوي كثيره، لونها مش ظابط، بتضايق، بتعكس على التلفزيون، فبصير بده يظبط. اكثر الاخطاء، لانه ضايل معنا دقيق، اكثر الاخطاء اللي يعني الاشخاص بيقوموا فيها ان كان بالهندسه او حتى بالديكور الداخلي من خلال مشاهداتك؟ شوف، هم خطأين. اول شيء بنسوا المساحه اللي عندهم وبروحوا على السوق بنقوا اشياء ما لها وسع بالبيت، فبصير البيت كثير اشياء فوق بعض. ثاني شيء بحطوا صوره براسهم اللي هي هاي الصوره اللي بتشوفيها يمكن مره بالسنه بالبيت بس، لانه البيت ما بيكون هيك، السبيسز هي عباره عن حياه، فما بزبط تضلك انت بالصوره اللي راسمتيها، بدك تكوني حاطه شيء عملي تقدر تعيشي معه. يعني هاي بنقدر نعتبرها نصيحة؟ نصيحة الواحد يكون مرتاح بالسبيس اللي هو فيه، أهم إشي، لأنه إذا أنت مو مرتاح ما رح تحس بجمال اللي أنت عايش فيه. بتكون شايف الشغلة حلوة بتصير تشوفها بطريقة مش بتصير تشوفيها هم، أنه عشان تضلها حلوة رح تضلك متوترة عليها. عشان هيك ربا أنا بعتقد أنه يجب أن يكون هناك في سلسلة نتحدث فيها عن تفاصيل كل محور من محاور يمكن عناصر الديكور والهندسة عشان نقدر نعطيها حقها. شكرا لوجودك معنا اليوم هيك بصورة عامة، أعطتينا فكرة إنه إيش الأمور الأساسية. شكرا للمهندسة المعمارية ربا الحوامدة، شكرا لوجودك معنا اليوم. صباح الخير. صباح النور.